يقول العلامة ابن رجب رحمه الله تعالى: يا من طلع فجر شيبه بعد بلوغ الأربعين، يا من مضى عليه بعد ذلك ليالي عشر سنين حتى بلغ الخمسين، يا من هو في معترك المنايا بين الستين والسبعين، ما تنتظر بعد هذا الخبر إلا أن يأتيك اليقين، يا من ذنوبه بعدد الشفع والوتر، أما تستحي من الكرام الكاتبين، أم أنت ممن يكذب بيوم الدين، يا من ظلمة قلبه كالليل إذا يسري، أما آن لقلبك أن يستنير أو يلين، تعرض لنفحات الله عز وجل في هذه العشر، فإن فيه لله نفحات يصيب بها من يشاء، فمن أصابه سعد بها آخر الدهر. ليالي العشر أوقات الإجابة، فباد الرغبة تلحق ثوابه، ألا لا وقت للعمال فيه ثواب الخير أقرب للإصابة، من أوقات الليالي العشر حقا، فشمر واطلبا فيها الإنابة.